البحر والنهر وقطرات الماء كان جميعها وراء فكرة عرض أزياء المصمم اللبناني زهير مراد، إذ استوحى المصمم مجموعته الربيعية الصيفية للخياطة الرفيعة والأوت كوتير من الماء وحركاته، فجسد ذلك في فساتين بدت وكأنها انعكاسات على مسطحات مائية. أكيد الأبيض استوحيته من لون إذا فينا نقول الفوم الرغوة اللي بنستعملها بالماء، التطريز حتى كله الرسم التطريز الماتيريال اللي بنستعملها بالإمبرودري، حبيت شوف هالإكلال بنشوفه وقت الشمس، بنشوف أشعة الشمس على الماء كيف بتعطينا إكلال كتير حلو. شكلت المجموعة من ألوان مائية كالأزرق بدرجاته المختلفة الذي مثل أعماق البحار، والأخضر لون البحيرات وبعض الأنهر، بالإضافة إلى الأبيض والذهبي والفضي والبرتقالي، ألوان نشاهدها أحياناً عند شروق الشمس أو غروبها. أما أقمشة المجموعة فكانت خفيفة ناعمة، حيكت من التيل الحريري والموسيلين والأورغانزا والجزار وكذلك الدونتيل الشانتيي. Couleurs, je crois que je suis pas très couleur justement. Je préfère les modèles qui sont blancs, qui sont diamants. Ça fait encore plus sirène. رافقت الأحزمة المعدنية الجديدة في مجموعة مراد قطع العرض لتواكب ما استوحاه المصمم. فهذه الأحزمة تجسد الصخر الساحلي الذي ترتطم به مياه البحر والمحيطات. C'était magnifique. Il y avait vraiment des robes de princesse et puis ça avait un côté peau d'âne avec la robe du jour, le bleu et تقديم مجموعة مستوحاة من الماء قد يكون الأمر سهلا، ولكن أن تكون تفاصيل الفساتين مستوحاة من قطرات الماء أو الندى، فهذا ما استطاع فعله زهير مراد مصمم هذه المجموعة. ليث بزاري، العربية، باريس.